يا هلا مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم فيديو جديد، واليوم الفيديو فك اي كلود اي او اس 14.8. طبعا شباب اعذرونا انقطع عن القناه وايد، بس جايب لكم شيء اسطوري اليوم. وميري كريسمس شباب، كل عام وانتم بخير. طبعا شباب اليوم راح نفك اي كلود اي او اس 14.8. اول شيء شباب لازم يكون عندك جيل بريك تحرقه على فلاش يو اس بي، تحمل النسخه تلقوها رابط جوا وتحرقوها على برنامج اسمه روفس، تحرقوه عليه. يعني شارحوا وايد فيديوهات عند الحلقه، يعني ماكو مشكله شوفوهن. نربط اليو اس بي باللابتوب وندوس 12 حتى نروح على اليو اس بي ديفايس. شباب اللابتوب نروح على خيار اليو اس بي حتى نقدر نطلع جيل بريك على الفلاش. هذا هو شباب الجيل بريك مثل ما قاعد تشوفون، وهذا هو الايباد اللي راح نسوي له جيل بريك حتى نقدر نفك الايباد. انتظر شوي. وهسه شباب مثل ما تشوفون هاي القائمه مال الجيل بريك الفيرجن بيتا 0.12.4. نروح على خيار الاوبشن ونضغط على اول واحد اللي هو انسايد اي او اس، بعدين نروح على فيرسس بوت، نروح على الباك ونقول له ستارت. ورا شباب نروح نضغط نقول له ستارت ونضغط. تمام شباب، بس مثل ما تشوفون الجهاز سوى الجيل بريك. مثل ما تشوفون شباب خذ الجيل بريك، وضع تمام حبيبي والله، كل شيء تمام لحد الان، ما عندنا اي مشاكل باي شيء. تمام شباب، والله ما كملنا الجيل بريك، اشتع الايباد. وهسه شباب مثل ما تشوفون والله ما كملنا الجيل بريك، قرب يتوصل. مثل ما تشوفون الجيل بريك تمام، كل شيء جاهز. هسه نطلع شباب نروح على البرنامج اللي ابو العيشه مثل ما نقول، الاف ار بي فايل هذا هو. نضغط عليه. طبعا شباب ما سويت شير سكرين، بس اذا تشوفون الشرح كل شيء قدامي حتى كل شيء واضح يكون. نضغط على الاداه، ننتظر حمل تفتح، فتحت الاداه شباب. هذا هو الايباد مثل ما قاعد تشوفون، ننتظر لحد ما يفتح. هسه شباب طلعتنا هاي القائمه. اول شيء لازم تسوي ريجستر عند الموقع، تضغط عليه وتسوي ريجستر. ما يعرف هذا الشيء، بس تضغط عليه تخلي السيريال نمبر بالموقع حتى الجهاز يتعرف عندهم. راح اسويه قدامكم شباب حتى خاف احد ما يعرف. روح على السيريال نمبر هذا مثل ما قاعد تشوفون، هذا هو السيريال نمبر شباب. اضغط عليه راح يقول لنا كوبي. نطلع نروح على جوجل كروم. تمام، الويب سايت هذا شباب مال الموقع نفسه، ننزل جوا راح يقول لك كليك ريجستر. هذا هو كليك ريجستر، كليك ريجستر شباب. والله معي شباب نخلي السيريال نمبر هنا، نقول له الاسم، نقول له سم بيت. هاي سوينا تشيكينج للايباد، قال له تمام، تحقق عنده شباب العمليه تمت بنجاح. نخرج هسه بنضغط على ثيرتيد باي باس، نضغط على ثيرتيد باي باس، راح يسوي لنا ثيرتيد باي باس. هذا هو شباب، لو تضغط على باي باس هيرو سكرين نفس الشيء ماكو فرق، بس هو ثيرتيد باي باس انا استعمل اكثر شيء. الباي باس هيرو سكرين هو هم ماكو فرق شباب، يسوي لك فك، بس شنو الباي باس هيرو سكرين؟ راح يسوي لك هذني كذا شباب. جرب لك لسه حاليا انفتح شباب قاعد تشوفون. روح على انجلش، روح على يونايتد ستيتس مين والله، قل له لتر، فتح عندنا الجهاز شباب مثل ما قاعد تشوفون بدون اي مشاكل، ما وجدنا اي مشاكل، والشرح يعني كلش حلو وبسيط. انا شباب دائما احاول انه اسوي الشرح كلش بسيط. اروح على دونت الداتا، كله تتر ليتر انتيتي دونت يوز، انتظر شويه، كله اجري، كله كونتينيو كونتينيو كونتينيو. لا سيري ما راح افعله شباب، بعدين كونتينيو دونت شير دارك خليته. وفتح عندنا شباب الاي كلود، ومثل ما تشوفون كل شيء تمام، كل شيء واضح قدامكم. وهسه شباب راح ابدا وياكم طريقة حل مشكلة يعني من الايباد ينقفل او يسوي عارة تشغيل التخطي مال الاي كلود، راح ينحذف راح يجعل الايباد ينقفل. شباب هاي المشكله تصير، تدرون ليش؟ لان من راح يسوي اعاده تشغيل او الايباد يقفل او الموبايل خلص الشحن، راح الجيل بريك ينحذف. فراح اعطيكم سورس راح تحملونه، من راح تحملونه شباب نهائيا نهائيا الجهاز بعد ما ينحذف لو يجي منه
يعني يبقى وياك مهما الحياة. روح على edit، روح على edit هذا السورس كتبوه abt.cydiakk.com السورس جاي يتحقق من الرابط مثل ما شوفوا شباب، تحمل عندنا السورس تمام. هاي اول خطوة تمام شباب. هسه الباكجات نزلت شباب، ورا ما حملنا الالات نروح على سيديا كي لذا حملناها، ونروح على اول وحده، ثاني وحده، ثالث وحده، رابع وحده، خامس وحده، سادس وحده، هاي ونزل جوا شباب، ونروح على حرف الاس. انا اختار التبويب اس، من التبويب اس انزل جوا اختار السافي شت داون. طبعا شباب قوامه هواي، هاي هو شباب، هذا هو السافي شت داون، اضغط عليه قل له انستال كونفيرم، راح يتحمل عندنا الأداة اللي تحمي الجهاز من حذف الجيل بريك ومن يعني تخطي الجيل بريك أو حذف الجيل بريك أو حذف الآي كلود ويقفل الجهاز. طبعا شباب ولا ما كملت الأداة سيف شت داون، هاي هي نروح شباب على ستينج، ونروح ننزل جوا 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 جوا، ونروح على سيف شت داون، هاي هي شباب نضغط عليها، نفعل خيار، هذا هو الخيار التيك انيبل شباب، نروح على شت داون ستينج، شت داون ستينك هذا هو اول خيار شباب، شت داون ستينك شباب، وننزل جوا نفعل ثاني الخيارات، اول واحد نفعله، ثاني واحد نفعله، ثالث واحد تفعله شباب، نطلع شباب. هسه نروح على الباور داون منيو شباب، يا ولد هاي كلها نطفوها، نعود فقط الاخيره حتى ليه الشباب، حتى من نسوي شت داون ما يروحش تمام. بس مثلا اروح راح اسوي شت داون مثل ما تشوفون الجهاز مقفول اي كلود، راح اسوي بي شت داون، يلا قلنا شت داون، سويت شت داون شباب. بس راح افتح قدام عليكم شوفوا شباب، لان مرات يروح يلغي القفل مال اي كلود، شوفوا شباب رجع طبيعي. ولا تنسون شباب اللايك والمتابعه، كانوا وياكم علي رضا جاسم، ميري كريسمس.